عليكم ومرحبا بكم في قناة ابتسامة سميحة. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الشيار او لبوشيار، واحد الفطائر مغربية كتجي من اروع ما يكون، خفيفة وقطنية واسفنجية، كتجي هشيشة بزاف سورتو مع الزبيدة وسيلة كتجي من داك الشرفيع. تابعوا معايا الفيديو الى الاخر ومسبخلو شيا بلايك واشتراك على القناة وضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. القصرية ديالي غادي ندير واحد زوج زليفات ديال الدقيق ابيض اولا الفرس من النوعية الممتازة. هنا عندي واحد زوج زليفات مويان، المهم نتوما ديروا العبار اللي بغيتو، عبروا بالكاس اولا بسلافة ماشي مشكل. هنا غندير واحد زوج زليفات وشوية، يعني زوج زليفات وربع اولا زوج زليفات ونص، واحد زوج زليفات ديال الفينو. ضروري تكون ديك الكمية ديال الدقيق شوية زايدة على الفينو باش يتجمع لينا دغيا داك العجين ديالنا. الفينو هو سميد ناعم. صافي غادي نمزجهم مع بعض هكا يا صلبين، غير باش يتمزجوا ليا عاد غادي نبدا نضيف المكونات الاخرى. غنضيف واحد المعلقه كبيره ديال الخميره فوريه، خميره الخبز، غندير عليها واحد شويه الماء ساخن باش نذوبوها وغادي نضيفها على العجين ديالي. صافي غادي نحركها ونضيفها. كيف ما كانت عندكم الخميره هذه يعني المعجنه اولا الخميره العاديه يعني حبوب ما كاين حتى شي مشكل. ونضيف معلقه ديال الملح حسب الذوق، معلقه كبيره ديال سنيده اختياريه، صراحه ديك سنيده كتجينا زوينه وكيجيونا ديك المخيمره ديالنا اولا البوشيار ديالنا زوين ومحمر زوين، كيجي فيه داك الوي الرائع. صافي غنبدا نضيف دابا الماء باش نجمع العجين ديالي، غير بشويه بشويه تنجمعوا العجين مزيان. وغادي تتبعوا معايا الطريقه بالضبط باش يجيكم البوشيار ديالكم ناجح 100% ويجي هشيش واسفنجي وقطني. انا صراحه السر اللي كنضيف على هذا البوشيار هو واحد المعلقه كبيره ديال الخل. صراحه المعلقه الخل دائما كنقول لكم في اي كيك وجميع العجائن ديالي كنضيف فيهم واحد المعلقه ديال الخل، كتجي العجين ديالي هشيشه بزاف وكتجي رطبه. كنعتمد عليه ايضا في العجين ديال الخبز فكيجي به رائع جدا وكيجي هشيش بزاف. صافي غنضيف هنايا الماء وغادي نبقى هكايا كنخلط العجين ديالي حتى يتماسك ليا مزيان. تبعوا معايا باش تعرفوا القوام اللي غادي نحصل عليه بالضبط والطريقه اللي غادي نتبعها بالضبط باش ينجح معايا البوشيار ديالي. كيف كتعرفوا البوشيار راه مختلف بزاف على البطبوط، صراحه بزاف د المدن ما كيعرفوش نهائيا البوشيار عندهم غير البطبوط والفطائر العاديين، ولكن لا صراحه البوشيار ما كيجيش خاوي من الوسط، لا وكيجي مسفنج وكيجينا رطب بزاف وهشيش بزاف، يعني كيجينا رائع جدا. كنتمنى من قلبي ان شاء الله انكم تجربوه، كيجي روعه روعه روعه. وخا نشكر لكم يعني التنيه راه كيجي زوين بزاف. صافي هكايا من جمعت لي العجين ديالي غنبدا نضيف هكايا الماء لانني خصني نحصل على واحد العجين لين بزاف جاي ديال السفنج. غنبقى هكايا نضيف كل مره شويه الماء وكندلك هكايا ضروري هكا بصباعي وبالكف ديالي، كنحاول ندخل داك الماء داخل العجين، ما نحاولوش نجريوها من الاول لا، باش تنجح معنا العجين ديالنا وننجحوا لينا الفطائر ديالنا خاصنا نجمعوا في الاول العجين ديالنا عادي يكون قاصح، يعني عادي كيف ما كنعجنوا اي عجين ديال الخبز، ولكن منين نكملوا يعني هذاك العجين الاول غنبداو هكايا نضيفوا الماء بشويه بشويه ونحاولوا ندخلوه بشويه هكايا بالدلك. هذا هو السر ديال البوشيار ديالي باش يجينا رطب بزاف ومفشفش ومسفنج. صافي غنبقى هكايا حتى تشوفوا معايا القوام اللي غنحصل عليه في الاخير وتبعوا معايا الفيديو الى الاخر. كيف كتشوفوا معايا هذا هو القوام اللي كنحصل عليه في الاخر، يبقى عندي العجين ديالي رطب بزاف وكيتلصق. صافي غنجيب هنايا واحد الاناء غندهنو بشويه الزيت ضروري جدا باش ما يلصقش ليا داك العجين فيه، وغنوضع فيه داك العجين ندهنوه مزيان بالزيت.
كيف كتشوفوا معايا العجين ديالي كيجيني مرخوف بزاف. كيف قلت لكم هذا هو السر ديال الرغائف ديالي، اولا الفطائر اولا البوشيار اولا الشير متعدد الاسماء. صافي غادي ندهنوا هكايا وغادي نوضعوا في هذا الاناء وغادي نغطيه بواحد البابيي سيلوفان وغنغطيه مازال بواحد الزويف وغنخليه يختمر على خاطرو حتى يضاعف ليا الحجم ديالو، وديك الساعه غادي نجبدوه باش نباشروا به يعني الطهي. تقدروا ايضا ديروه في شي كوكوط تكون يعني في واحد الاناء اللي فيه ماء دافئ او لا بانغي، وتحطوا فيه هذا الاناء هذا اللي غادي يخمر لكم فيه الشير. صافي وتغلقوا عليها فراه كتخمر لكم مزيان، وهو قد ما خمر لينا قد ما كيجينا زوين وكيجينا مفشفش. صافي غنوضع دابا على جانب تخمر لي على خاطرها. من بعد ما خمرت لي غادي نوجد سطح العمل ديالي هنايا، غادي ندير داك الفينونيت اللي درنا في العجين ديالنا غنوضعو باش نقاد داك العجين ديالي ونديرو كويرات فوق داك سميد الفينو. كيف كتشوفو هاهي العجين ديالي اللي حصلت عليها في الاخر من بعد ما خمرت لي مزيان. هي كيف قلت لكم قد ما خمرت لينا بزاف قد ما كيجيكم العجين ديالكم زوين بزاف وكيجيكم فطائر ديالكم ناجحين 100%. صافي غادي نحيد عليه داك البابيي سيلوفان وغادي نحاول ماشي نعجنو ولكن غير ندخل هذاك الهواء، وديك الساعه غادي نشكل فطائر ديالي في الحجم اللي بغيت. طبعا كندهنوا يدياتنا بشويه الزيت وكندهنوا العجين ديالنا بشويه الزيت نكونوهم كريساس. كانوا هذا هما الكريسات ديالي بهذه الكميه اللي درت ديال الدقيق وديال الفينو، خرجت لي تقريبا واحد 12 حبه. كيف كتشوفوا هنا صراحه واحد الحيله باش يجيكم الشير ديالكم اولا الفطائر، اي فطائر عندكم يعني مرخيين وكيجيكم صعاب في الخبز ديالهم، انا جبت لكم هذه الحيله هذه. كديروا هذا ورق الزبده او ورق المطبخ كتحطوه على حساب نتوما الحجم اللي بغيتو، وهكايا كنرش عليه شويه الفينو وكنخبز فوقه ديك الفطيره ديالي بدون تعب، بلا ما يعني تجيني صعيبه من نهزها ولا يتخسر لي الشكل ديالها. ها نتوما تبعوا معايا الطريقه وكتجيني حتى سهله باش ندورها يعني وباش نقرصها من جميع النواحي بلا ما نتعذب انا اولا نتحرك بزاف. صراحه هذه حيله رائعه كتسهل بزاف الماموريه ديال الخبيز ديالو، وحتى فاش كنبغيو نهزوه ونوضعوه في المقلاه كنهزوه بواحد السهوله بدون ما يتخسر لينا الشكل ديالو. صافي هنايا في مقلاه من بعد ما سخناها مزيان وتكون النار مهيله طبعا باش يطيب لينا الخبيزات ديالنا على خاطر خاطرهم، كنهنوها بشويه الزيت وكنرميو ديك الكريسه ديالنا كنرشو عليها شويه الزيت من الفوق وكنخليوها على خاطرها تطيب على ديك العافيه المهيله، حيت الا جهدنا ما طيبش لينا على خاطرها وما غيجيوناش فيها هاد الفقاعات، وهاد الفقاعات هما السر على ان هذيك الشياره ديالكم اولا ديك الفطيره ديالكم راه ناجحه معكم وغتجيكم سفنجه وزوينه زوينه زوينه بزاف ورطبه وهشيشه. صافي كنقلبوها الجهه الاخرى وكنخليها هكايا طيب على خاطرها. كيف كتشوفوا كنخبزوه بالزيت كيجينا رائع جدا. تقدروا منين يطيب لكم تاكلوه هكاك يعني ناشف، تقدروا ايضا دهنوه بعسيله او زبيده فكيبقى لكم اختيار، راه كيجي رائع جدا. صافي غادي نكمل الكميه كامله بنفس الطريقه، كناخذ ورق المطبخ ديالي على حسب الحجم اللي انا دايره فيه الكويره ديالي، هنا درتو على حجم مربع يعني في داك الحجم اللي بغيت انا نكرس به دوك الشيارات ديالي. وصافي كنديروا عليه شويه الفينو وكنقرصوا ديك الخبيزه ديالنا على خاطرنا، وبنفس يعني لا ميثود اللي عطيتكم كنعاودوا نخليو المقله تسخن شويه على نار مهيله طبعا باش يطيبوا لينا على خاطرهم، ندهنوها بشويه الزيت ونرميو ديك الخبيزه ديالنا طيب لينا على خاطرها بدون ما نخليوها تحرق، حيت الا بخلنا عليها غير شويه راه كتقدر تحرق لينا. كندهنوا داك الوجه ديالها ايضا بالزيت وكنعاودوا نقلبوها على الجهه الاخرى حتى تنضج تماما، وكنحيدوها ونحطوها فوق واحد السويه في النقي. اذا كيف كتشوفوا كان هذا هو الشير ديالي، شوفوا معايا شحال كيجي هشيش ورطبي ورطب، وحتى ديك اللوين ديالو كيجي رائع جدا. كنتمنى من قلبي ان شاء الله انكم تجربوه وتردوا عليا
كيف جاكم، وما تبخلوش عليا بالاشتراك على القناة والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد، وباش نشجعوا جميعا المحتوى الهادف. نخليكم في امان الله وحفظه، الى فيديو قادم ان شاء الله.